مساء الخير، اهلا وسهلا بكم كل مشاهدينا الكرام. اهلا بكم في اولى حلقاتنا الرمضانيه النهارده في الخيمه الرمضانيه اللي احنا اعتدنا ان احنا نستقبلكم فيها طول شهر رمضان المبارك. حلقه جديده بتبدا معاكم في طبعا في بدايه هذا الشهر، مش في اول يوم من ايام الشهر، لكن احنا بنعتبر ان الشهر من عندنا دلوقتي ابتدى. شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وزميلي العزيز محمد ترك بخير وبصحه وسلامه. كل سنه وانت طيبه يا ناديه، وكل سنه وكل مشاهدينا في مصر وفي العالم العربي بخير، وامتنا الاسلاميه يا رب بخير، ورمضان السنه دي يكون كله سعاده وكله هنا وتتحقق فيه كل املنا باذن الله. ومش عايزين ننسى ابدا رغم هذا الزخم الكبير في الدراما وفي التلفزيون ان رمضان شهر الروحانيات، وده اللي احنا ما بننساهوش ابدا في مصر الزراعيه عبر مجموعه متميزه من البرامج دايما بنذكر فيها يعني كل الكلام الطيب وكل ما هو يصلح. فانا طبعا سعيد بتقديم هذه الحلقه مع استاذتي وزميلتي الجميله ندى السباعي. كل سنه وانت طيبه يا ناديه، وان شاء الله يعني طيبة. تبقى سنه حلوه وتبقى خيمه. تسلم يا رب. وكل سنة جميلة. وانت دايما ان شاء الله متفوق، وكل سنة وكل مشاهدينا الكرام يا رب يكونوا بيشوفونا وهم في أحوالهم السعيدة، أحوالهم الجميلة كلهم يا رب ان شاء الله. الشهر ده يعدي واحنا مستفيدين واحنا مغتنمين وكويس قوي. مش هنقول كله عبادات قوي، مش هينفع، هنقول ساعة لقلبك وساعة لربك، فكلنا أيوة. نقدر ان احنا أكيد. نعمل التوازن، بس ما ننساش بقى الساعة بتاعت ربنا دايما مهمة لازم. انا مش عايز اقول لكم يعني اعزائي المشاهدين قد ايه مصر الزراعية استعدت بقوة لهذا الموسم الرمضاني عبر مجموعة كبيرة من البرامج. مش عايز اقول لكم مصر الزراعية النهاردة خلية نحل عدد كبير جدا من العاملين اللي بوجه لهم كل التحية على كل الجماهير اللي انتم شايفينه خلف يعني خلف الكاميرات. في مجهود فظيع، ديكور وفي اعداد وفي مخرجين وفي فنيين وفي صوت في بوفيه، في ناس كتير قوي 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 بتشتغل. مش احنا مصر الزراعيه، مصر الزراعيه هي كل الناس اللي ورا الكاميرات اللي كمان حابب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين ووجه لهم كل التحيه والشكر. هيكون معانا النهارده مجموعه كبيره جدا من الفقرات اخترناها بعنايه ان شاء الله تعجب حضراتكم. هيكون معانا ايه بقى النهارده؟ الفقره الاولانيه هتكون عندي طبعا زميلي محمد ترك، هتبقى الفقره الاولى عن المبتهل محمد الوشاحي، هتبقى ان شاء الله هتبقى ابتهالات ان شاء الله. مجموعه ابتهالات وانت بتحب انا بحب لان انت متخصص فني في مجالات مختلفه. إيه يعني السنتين او الثلاث سنين اللي فاتوا كنا بنقدم هذه الفقره في اخر الخيمه الرمضانيه، وكنا عاملين كنا مسمينها فقره غذاء الروح لو تفتكروا معانا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها كنا بنعمل هذه الفقره. لكن السنه دي الحمد لله قدرنا نعمل لها برنامج مخصوص ليها بقى اسمه برنامج غذاء الروح، ان شاء الله تتابعوه معانا على مصر الزراعيه. لكن احنا برضو مش هننسى ان زي ما كنا بنقول وناديه بتقول ساعه لقلبك وساعه لربك، فاخترنا هذه الابتهالات وهذا الكلام الطيب بنستهل بيه باذن الله اولى حلقاتنا في الخيمه الرمضانيه. هيكون معانا فقره ثانيه كمان باذن الله هتقدمها لنا زميلتنا العزيزه ناديه السباعي، هتكون اسمها رمضان من القريه. هيكون ضيوفها باذن الله الحاجه سيد عبد الوهاب من قريه النمسه مركز اسنا محافظه الاقصر، وباذن الله تستمتعوا بيها لان احنا دايما بنلتزم مع حضراتكم ان احنا مصر الزراعيه صوت الفلاح. نعم، زي ما ابتدينا حلقتنا النهارده بالابتهال هنختمها ايضا كمان مع محمد ترك بالغناء، الغناء والطرب مش كده؟ أيوة. محمد اعتقد في فقره فنيه النهارده زميلتنا رغده مجهزه لنا حاجه فنيه، هيبقى في فقره فنيه برضو. دي هتبقى برضو يعني هيبقى فيها اغاني رمضانيه، ومحمد هيبقى حريص على انه طبعا يقول كل الاغاني اللي انتم بتحبوها يعني مع ضيفنا، يعني الضيف بتاعنا هيكون هو المطرب احمد عبد المنعم. باذن الله باذن الله يا رب تعجبهم. طب قولوا شويه عاطفي. إيه هنقول عاطفي؟ طب ضروري طبعا. طبعا هنقول عاطفي ورمضاني ودينه. عاطفي بس. لا لا طمني. طبعا هتبقى فقرات حلوه وجميله، بدايتها
أنغام رائعة ساحرة ونهايتها أيضا كمان طرب. فإن شاء الله يا رب بإذن الله يكون هذا اليوم جميل وكل اللي من قدمه لكم كمان ينال إعجابكم بمشيئة الله. أعزائنا المشاهدين اسمحوا لنا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم في أولى فقراتنا الحوارية بعد الفاصل، تابعونا.